وحيدا في قاعة تعلم اللغات المسمارية وجد الطالب العراقي أمير خالد نفسه أمام مدرسة بعد أن هجر زملائه هذا القسم الدراسي العريق. أن الطالب العراقي أمير خالد لوحده في الفصل في قاعة الجامعة أمام مدرسه ولا يوجد أي أحد من الطلاب أو الطالبات، لماذا؟ سنعرف ذلك مع ضيفنا هذا الطالب من العراق ومن الموصل تحديدا. يسعد صباحك أمير. صباح الخير عليك مع المتابعين. هلا وسهلا بك. طبعا معروف انه الكتابة المسمارية جزء مهم جدا من اللغة السومرية وغيره في العراق، وهذه من الحضارة العراقية، والغريب انه هناك عزوف عن دراسة هذه اللغة. كيف انتهى بك المطاف لتكون وحيدا في قاعة الدراسة؟ طبعا بداية انه تقديمي على الكلية بعد خروج من الثانوية قدمت على الكلية بشكل طبيعي. نعم. هذيك السنة كانت أكو أقبال للطلبة بشكل ضعيف، لأن الطلبة كان كل تفكيرتهم بعد ما يتخرجون من الثانوية أنه يروحون على اختصاصات لها مستقبل، تعيين مركز اختصاصات الطبية أو أنه كاختصاصات إدارة واقتصاد. نعم. مع العلم أنهم لا يعلمون ماذا أهمية هذا القسم وهذا الاختصاص. بعد ما دخلت القسم تفاجأت أنه أنا الطالب الوحيد بالكلية، بس انه انا دخلت القسم برغبه وحب، لهذا انه مهما كل الظروف اللي صارت انه انا استمريت، قررت انه استمر واكمل بدراستي بالقسم. طب ايش هي الظروف اللي صارت وليش هذا العزوف؟ يعني هذه لغه اساسيه في الحضاره العراقيه واثرت على اللغات الاوروبيه وغيره، ولماذا العزوف؟ هل الطلبه لا يعوا اهميه هذه اللغه؟ هل هناك في اقسام وتخصصات اهم؟ ويمكن البعض يفكر بالعائد المالي في المستقبل. هو بالضبط، هو المهم انه كانوا يفكرون بالعائد المالي في المستقبل، مع العلم انه هذا الاختصاص باكثر من مجال تقدر تشتغل به كاختصاص مسماري او كاختصاص لغات اللي هو السومري اشوري بابلي. نعم. لان هم الاختصاصات انه اول كتابه دونت بالعالم، وحاليا في التنقيب تطلع عنا النصوص فنحتاج الى اشخاص يترجموها. بس انه قلت انه هم تفكير الطالب الثانوي بعد التخرج من الثانويه ودخوله المجتمع الجامعي كان تفكيره انه بس يعيش حياه جامعيه ولها مستقبل بالتعيين المركزي. ولكن هذا ايضا مستقبل، يعني وهذا منطق، يعني هذه لغه مهمه وحضاره العراق تعتمد عليها وكثير من اللغات الاخرى. ولكن انا بدي اتكلم عن مشاعرك انت يا امير، يعني انك لحالك في القاعه بتحضر هذه المحاضرات، وايش شعورك؟ يعني ايش تحس انه انت، هل تشعر اوف انا شخص مره مهم وهذه القاعه مفتوحه لي انا وحدي، ولا ايش راي زملائك في هذا الموضوع لما يشوفوك لوحدك؟
مبدئيا وخلال التقديم، انه اول ما قدمت على الكليه انه كانت في حاله صدمه انه شلون راح اكمل 4 سنين من الدراسه انه اكون وحدي. نعم. بس مع العلم انه هو مثل ما اكو سلبيات انه وحدي اكو ايجابيات اكثر. فانا قررت انه اكمل بالدراسه. المحاضرات والامتحانات وكان التدريس يتعامل معايا انه اني بشكل طبيعي. نعم. انه ما مهم انه انا اكون واحد طالب والمهم انه تعتمد على الدراسه هذه وتستمر فيها، وانك اكيد ما تيأس، وخصوصا انه مو الموضوع سهل، لانه انت لحالك في العين عليك، والمدرس معك انت او المحاضر معك انت لوحدك، وهذا شيء ما هو سيد. راح تفضل الاول والاخير والناجح في هذا الفصل، واذا رسبت فهذا يعني رسبت الدفعه كلها. صراحه موضوع ممتع ومشوق، واتمنى لك التوفيق. الطالب العراقي امير خالد من الموصل، شكرا لوجودك معنا اليوم.